التسجيل هذا كان بلش تسجيل. اهتف اهتف على الاسلاك، اهتف اهتف على الاسلاك، اهتف اهتف على الاسلاك، اهتف اهتف على الاسلاك، وحاضر اتحدى الشباك، حاضر اتحدى الشباك، وحاضر اتحدى الشباك، حاضر اتحدى الشباك، ومن رام الله لعمان، من رام الله لعمان، تحيي الخاضر عدنان، تحيي الخاضر عدنان. دول شو بتسوي؟ خططنا نوزع حلو على انتصار الأسير خضر عدنان على السجان بعد 66 يوم من الإضراب، باعتبار أنه هذا انتصار لشعبنا وانتصار لكل أسرانا في سجون الاحتلال. طبعا هم بدأوا بالاحتفال في عرابة في بيت الأسير وإحنا بنكمل هون. الحراك يعني الحراك ما زال دون المستوى المطلوب في الشارع الفلسطيني، ولكن اخر فتره في مشاهده في ارتفاع ملحوظ ما بين المشاركين، وهذا يعني ان دل على شيء فانه ما زالت الروح الوطنيه موجوده لدى كافه شرائح المجتمع الفلسطيني، واللي طبعا مستحيل انهم يتخلوا يوم من الايام عن واجبهم الوطني ووقفتهم مع الأسرة ومع القضيه الفلسطينيه بشكل عام. يعني لا كان في دعم هناك، في كان اهتمام ملحوظ بما يتعلق بمستوى الاعلام المحلي بقضيه الاسير خضر عدنان، الاعلام المحلي كان متابع للقضيه بشكل مباشر واول باول، بالنسبه للاعلام الدولي كان في هناك تباينات فيما يتعلق بتغطية قضية الأسير عدنان خضر، في فضائيات لم تتطرق في الموضوع إلا آخر يومين ثلاثة، وفي فضائيات يعني تناولت الموضوع على مضض بس في فترات متقدمة من إضراب الأسير خضر عدنان. هذا أنا بشوف بالأساس كان مرتبط مع حركة الشارع هون، أنه حركة الشارع أصبحت أكثر ملموسة أكثر بس من 10 أيام 15 يوم. لو كانت الحركة بما يتعلق بقضية الأسرى عموما، قضية خضر عدنان خصوصا، كانت قوية منذ اليوم الأول، كان الفضائيات غطت الموضوع بشكل كبير. سجان وانتصر خاضر عدنان، وانتصر خاضر عدنان، واهتف اهتف على الصوت، واهتف اهتف على الصوت، خاضر عدنان اتحدى الموت، خاضر عدنان اتحدى الموت، واهتف اهتف على الصوت، واهتف اهتف على الصوت، خاضر عدنان اتحدى الموت، خاضر عدنان اتحدى الموت. كيف الهمة عالية، كيف الهمة عالية بالأمعاء الخاوية، 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 كيف الهمة عالية. واهتف اهتف على الأسلاك، اهتف اهتف على الأسلاك. أنا أكيد الفيسبوك والسوشيال ميديا خلق حرب إعلامية بموضوع خضر عدنان، لأنه في ناس كانوا متخصصين خصوصا على تويتر، لأنهم كل يوم يعملوا بالهاشتاج أنه خضر عدنان، يكتب عنه شغلات عن إضرابه وعن ممكن الفعاليات اللي كانت تلعمل معاه. تخيل الفيسبوك والسوشيال ميديا هي وسيلة كثير 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 مهمة، يعني بالإبداء الرأي عن موضوع معين، أو أنك أنت تعلن عن موضوع وأنك تركز على موضوع عشان الناس تهتم فيه. فلسطيني ما بيركع، فلسطيني ما بيركع.